برحب بكم وببدأ بانتصار وإنجاز جديد بيضاف لإنجازات القوات المسلحة المصرية. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في منطقة البحر الأحمر، قاعدة برنيس. شهد المرحلة الختامية للمناورة قادر 2020. حضر حفل الافتتاح عدد من القادة وزعماء الدول العربية وعدد من وزراء الدفاع للدول الشقيقة والصديقة لمصر. والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. قاعدة برنيس العسكرية من الإنجازات الكبيرة اللي بتضاف لنجاحات حققتها القوات المسلحة المصرية. في الحقيقة إن هذه القاعدة العسكرية أنشئت في زمن قياسي جدا، قاعدة عسكرية مهمة بتضيف للنطاق الاستراتيجي الجنوبي في مصر. القاعدة العسكرية برنيس بتحمي الاستثمارات الاقتصادية، بتحمي السواحل الجنوبية في مصر، بتحمي أيضا حركة الملاحة اللي موجودة في هذه المنطقة. هذه القاعدة بتحتوي على أرصفة هامة، بتحتوي على أيضا العديد من ميادين الرماية. قاعدة برنيس فيها مستشفى عسكري، فيها رصيف بحري، بتواجه التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر. مهمتها كبيرة وجليلة وعظيمة، وبتعلن قاعدة برنيس اليوم بهذا المشهد اللي تابعناه في صباح اليوم، مشهد بيدعو للفخر لإنجازات هامة جدا بتحققها هذه القاعدة. هي الحقيقة بتعلن النهاردة بافتتاحها إنها جاهزة لكل المهام اللي بتوكل ليها في النطاق الاستراتيجي الجنوبي. قاعدة برنيس العسكرية إضافة في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة في القوات المسلحة، وبتؤمن السواحل المصرية الجنوبية، وبتقع قاعدة برنيس العسكرية جنوب البحر الأحمر. قاعدة برنيس النهاردة زي ما تابعنا في هذا الافتتاح اللي تم من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهده العديد من القادة وزعماء الدول العربية الشقيقة والصديقة أيضا لمصر، بتقع بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، مساحتها 150 ألف فدان، تضم قاعدة بحرية جوية ومستشفى عسكري، عدد كبير من الوحدات القتالية والإدارية والتدريبية أيضا لجميع الأسلحة. هذه القاعدة بتستقبل الركاب والأرصفة المتعددة الأغراض، وأرصفة لتخزين البضائع العامة، وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة طبعا لمطار برنيس الدولي. ودي واحدة الحقيقة من المشاهد اللي كانت مهمة جدا، وهي مطار برنيس الدولي ومحطة أيضا التحلية لمياه البحر. قاعدة برنيس فيها تفاصيل كثيرة جدا عن أهم ما تضيفه لإنجازات القوات المسلحة كواحدة من القلاع العسكرية الكبيرة الهامة. قاعدة برنيس فيها أيضا معلومات كثيرة هنتابعها دلوقتي مع حضراتكم في هذا التقرير. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قاعدة برنيس العسكرية وبحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب. يأتي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فتح قواعد عسكرية جديدة، وذلك ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة. تعد قاعدة برنيس العسكرية أحد أضخم القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، هي نقطة ارتكاز للقوات المسلحة المصرية لمواجهة كافة التحديات. قاعدة برنيس العسكرية هي الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة، تقع في جنوب البحر الأحمر. مهمتها الأولى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، حماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، مواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، تأمين حركة الملاحة العالمية بالبحر الأحمر.
تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية متطورة، تضم العديد من ميادين الرماية، تشمل مستشفى عسكري ورصيف بحري. هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عروضا لمهام القوات الجوية خلال افتتاحه لقاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر التي أنشئت في وقت لا يتعدى سنة. قاعدة برنيس العسكرية، القوة والسلاح، ليبقى حماة الوطن العين الساهرة، يفرضون كلمتهم بالكفاءة القتالية، عازمون على التحدي وقادرون على التصدي. إذن قاعدة برنيس بتعلن أنها جاهزة ومستعدة تماما لأي مهمة توكل إليها بنجاح تام إن شاء الله.